بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي، نستكمل مع الصفحة رقم 69 ومع نظامي لبات يعني أصدقائنا الحيوانات. كان سبق لنا شفنا هذا النص، هذا جولي أنا أقرأ إيكود دودو دي لا تورتي أون في أون كورس سي تو أغيف لو بخومييي لا سالاد سوغا بور توا لو لابا أوس ليز إيبول إي سون فا إين بوتيت سوري باس. C'est la fête pour Fifi le chat. Elle va la chasser. À suivre. Li al mutaba'a. Abad hal ghankmlou ma had al qissa fima ba'd. Idan indana huna mouti. Mouti yani kalimat adawat. Tabat al hal min dhimn al kalimat al adawat li tajji dhimn jumal li tatlab adwar fi jumal wa ibarat. A3dna fi had al faqra a3dna kalimatayn. A3dna kalimat an li kan sbaq lina tahaddathna 'alayha. ثم عندنا كلمة أي. طبعا الحال أن يعني هو ضمير عمومي إن صح التعبير، يعني أنه ما تيحددش لنا بالضبط شكون لو سوجي، شكون الفاعل، ماشي بحال جو. ملي تنقول جو، عندما أقول جو يعني المقصود أنا دون غيري، وعندما أقول تي يعني أنت أو أنت دون غيرك. ثم عندما نقول نو يعني أننا نكون مجموعة أشخاص معروفين مثلا. إذا أتحدث أنا وعن الأشخاص الذين معي فأقول نو يعني نحن، أو مثلا فو عندما أقول فو المقصود أنني أقصد أشخاصا بعينهم، أقول لهم فو أنتم. ولكن عندما أقول أن الضمير عام هنا، يعني أنه لا يقصد شخصا بعينه بالضبط. بطبيعة الحال لا تورتي يعني السلحفاة، عندما قالت للأرنب أون في كورس المقصود بها أننا نقوم بسباق، يعني هي تتقصد انا وانت نديرو سباق، غير حنا تنتكلمو على الصيغه اللي تقالت بها الجمله. هي لم تقل له مثلا نو فوزون اون كورس، يعني انا وانت بالضبط نفعل سباق. ولكن ماذا قالت؟ قالت اون في اون كورس، كانها تقول يعني انا وانت وربما اخرون فلنفعل سباقا، يعني ان هاد اون لا تحدد بالضبط من المقصودين بهذا الفعل. إذن اون في اون كورس يعني أننا نفعل سباق، كأن تقول نجري سباق، يعني وأن هذا السباق ممكن أننا نشارك فيه، يعني أن الصيغة تقريبا قيلت بهد المعنى. إذن هاد كلمة اون كما قلنا أن تجي كضامر عام. مثلا نقول أبخي ديني اون با اون فيل. أبخي ديني طبعا الحال ديني مقصود به هو العشاء، ويأتي أيضا كفعل المقصود به تعشى. إذن بعد العشاء اون فا اون فيل يعني نذهب إلى المدينة. المعنى بهذه الصيغة تعني بأن الناس هنا بعد العشاء يذهبون إلى المدينة. اون فا اون فيل يعني أن الناس يذهبون للمدينة، بعد العشاء نذهب للمدينة. نقول مثلا نادية اون فا الي أيور. اون فا الي أيور يعني أننا سنذهب إلى مكان آخر. اون فا الي أيور يعني أننا سنذهب إلى مكان آخر. طبعا الحال كما نرى بأن هاد أون لا تحدد بالضبط من نحن الذين سنذهب إلى مكان آخر. نادية أون فالي أيور سنذهب إلى مكان آخر. نقول مثلا لاس أوفار. لاس أوفار اترك مفتوح. أون فا إتوفي. أون فا إتوفي. نقول مثلا لاس أوفار اترك مفتوحا، المقصود اتركه مفتوحا، ممكن اننا نقول ليس لو اوفير اتركه مفتوحا، تجاوزا نقول ليس اوفير اون فا ايتوفي او بيان اون فا سيتوفي يعني اننا سنختنق، ممكن انني انا الذي ساختنق، انا الذي اضيق، انا الذي يضيق بالمقام لان الباب مغلق او النافذه مغلقه. طبعا الحال فأعمم الفكرة فأقول لا سوفير اون فا ايتوفي اترك مفتوحا سنختنق، بدل أقول أنا سأختنق. إذن لاس لو اوفير اون فا سيتوفي. نقول أيضا اسي توا اون فا ارونجي سا يعني اجلس سنرتب هذا، بحال تنقولو حنا بالدارجة غير جلس حنا غنقادو هادشي. اسي توا اون فا ارونجي سا. نقول أيضا مانتونو اون فا لو لاسي دورمير.
Maintenant, on va le laisser dormir. الآن سنتركه ينام. الآن سنتركه ينام. إذن كما نلاحظ أن أدعون تجيب هذه المعاني ديال أننا، ديال نحن، ديال الناس إلى آخره. ثم عندنا كلمة أي بطبيعة الحال أي تتسمى conjonction، يعني أنها رابط تتربط بين كلمة وكلمة، بين حرف وحرف، وبين جملة وجملة. إذن تسمى conjonction. نقول مثلا مصطفى أحمد، أو نقول مثلا ميدي أدومي، يعني منتصف النهار والنصف، كأننا نقول 12 زوالا والنصف. أو نقول مثلا ميدي إيكار، 12 والربع. نقول مثلا 71 يعني 60 و11. طبعا الحال هذا الرقم هذا المقصود به 71 يعني 60 و11، المقصود بها كما قلنا 71. إذا استعملنا هاد كلمة أي اللي هي كما قلنا تسمى conjonction. نقول أيضا مثلا شو إفخوا يعني سخون وبارد، كما نقول يعني ساخن وبارد. شو إفخوا. نقول مثلا أيضا أم إفان، رجال ونساء. نقول أيضا recherche et développement يعني بحث وتطوير. إذن هنا نتكلم عن لموؤتي الكلمات الأدوات. ننتقل إلى جوغوتيان، كما قلنا فيما سبق هذه تجي من فعل غوتونيغ، يعني استنبط أو استفاد إلى آخره. جوغوتيان. Si nous prenons la première image, que font-ils ماذا يفعلون؟ Bien sûr, ils font une course. يعني هم يفعلون سباق. إذا نتكلم هنا عن une course. يعني سباق. إذا كلمة une course كما نرى يمكن كتابته بهذا الشكل أو بالشكل اليدوي كما نرى في الأسفل. une course. Nous passons à la deuxième image. Qu'est-ce que c'est? C'est une souris. يعني هي فأرة. طبعا الحال الأداة اللي تنستعملوها مع الحاسوب ملحقة من ملحقات الحاسوب نسميها إن سوري، يعني هي فأرة. طبعا الحال في الشكل ديالها يشبه الفأرة، إذن فأسميناها إن سوري يعني فأرة. إذن سينو برونو لا تخوزيام إيماج كيسكوسي. سي لا فيت إنه الحفل أو الاحتفال. لا فيت كما نرى بالكتابتين. نو برونو لا ديغنييغ إيماج، نأخذ الصورة الأخيرة. أوفاتيل أين ذهب؟ أو بيان كوفاتيل فير ماذا ذهب ليفعل؟ إذن في الجواب نقول إيل فا شاسي هو ذهب ليصطاد. أو نقول مثلا إيل فا ألا شاس هو يذهب إلى الصيد. إذن سواء قلنا هو ذهب ليصيد أو هو ذهب للصيد، المعنى واحد. إذن إيل فا شاسي. كما تنشوفوا عندنا جوج ديال الأفعال، عندنا لو فيرب ألي تنقولو جو في، تي فا، إيل فا. كما عندنا هنا أنا أذهب، أنت تذهب، هو يذهب. نوزالون نحن نذهب، ممكن أننا نقول نوزالون شاسي، نحن نذهب لنصيد. أو نقول فوزالي شاسي، أنتم تذهبون لتصطادوا. إيل فون شاسي، هم يذهبون ليصطادوا. إذن ممكن أننا نغير صرف هذا الفعل الأول. طبعا الحال شاسي تتبقى نفسها. علاش؟ لو فيرب شاسي بطبعا الحال ما غيتصرفش لحقاش جا مباشرة بعد فعل آخر. إذن طبعا هذه حالة من الحالات اللي كنا كل مرة تنذكروا منها حالة اللي الفعل فيها ما تتصرفش. إذن كومبيتونس
يعني قدرات. À la fin de cette semaine, في نهاية الأسبوع, tu seras capable, كالعادة, أنت أو أنتي ستكون أو ستكونين capable, قادر أو قادرة, d'utiliser على استعمال des expressions, على استعمال عبارات, pour accepter, من أجل قبول. طبعا الحال accept يعني أنك تقبل شيئا, تتعرض عليك هذا الأمر وتتقبله. Tu acceptes, أنت تقبل. Au refuser, يعني أنك ستتعلم عبارات pour accepter, من أجل قبول. Au refuser, أو رفض. إذن عندما أقول je refuse, يعني أنا أرفض, أرفض هذا الأمر. Je refuse, يعني أنا أرفض. إذن tu seras capable d'utiliser des expressions pour accepter ou refuser quelque chose, يعني أنك ستتعلم عبارات لمن خلالها ستقبل أو سترفض أشياء. أيضا tu seras capable de lire les sons SAF, يعني أنك ستكون قادر على قراءة صوت S و F, على قراءة صوتين S و F. أيضا لمو إليفخاز لكونتونو, الكلمات والجمل المتضمنة لها. لمو إليفخاز كونتونو لسون S F. إذن باش منعودوش هاد لسون S F, عوضنا بهاد لي. أيضا ديكخير كوريكتومو S et double S AF. أيضا d'écrire correctement S, 2S, AF. يعني أنك ستكون قادر على كتابة S ثم S مكررة وF. أنت ستكون قادر أو أنت ستكونين قادرة d'écrire correctement على الكتابة بشكل صحيح S, 2S, AF. ستكون قادر على الكتابة بشكل صحيح S ثم S مكررة وF. أيضا de faire preuve de solidarité envers les pauvres, c'est-à-dire qu'à la fin de cette semaine tu seras capable de faire preuve de solidarité envers les pauvres. كلمة preuve من حيث الأصل تتعني شنو؟ من حيث الأصل تتعني الدليل, ce qui montre la vérité, الذي يوضح الحقيقة. شنو هو اللي تيوضح الحقيقة؟ هو الدليل. إذن عندما نتكلم على la preuve المقصود بها الدليل. إذن ce qui montre la vérité, أو نتكلم عن تيموانياج يعني شهادة, أو سين نتكلم عن سين إشارة. إذن نسميها بخيف. لكن اللي عندنا هنا بطبيعة الحال عندنا فاغ بخيف دو, عندنا فاغ بخيف دو المقصود بها هي مونتخي, يعني أنك تظهر. إذن هنا بطبيعة الحال شنو عندنا؟ à la fin de cette semaine tu seras capable de faire preuve de. بطبيعة الحال متى تكون عندنا العبارة بهذا الشكل فاغ بخيف دو تتولي عندها معنى آخر, اللي هي أظهر. في نهاية هذا الأسبوع أنت أو أنت ستكون أو ستكونين قادر أو قادرة على إظهار, على إظهار ماذا؟ de faire preuve de solidarité, يعني تضامن, يعني أنك ستكون قادر على إظهار تضامن envers les pauvres نحو الفقراء. بمعنى آخر أنك ستتعلم كيف تتضامن مع الفقراء. إذن كما قلنا كومبيتونس, à la fin de cette semaine tu seras capable d'utiliser des expressions pour accepter ou refuser quelque chose, de lire les sons S et F, les mots et les phrases les contenant, d'écrire correctement S, 2S et F, de faire preuve de solidarité envers les pauvres. إذن اكتبوا القدر, حياكم الله, وإلى اللقاء القادم بإذن الله.